السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام بعد تهيئة وتحضير ودعاية من كل الأطراف السياسية استمرت كرابة شهرين احتشد الكثير من مؤيدي حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار مشروع المخلوع صالح وآخرين ممن عقدوا الآمال على الفعالية لتكون خطوة في طريق اقتلاع الحوثية احتشدوا في ميدان السبعين الخميس الماضي في انتظار ما سيعلن عنه الزعيم المخلوع صالح من بيان تاريخي يعيد الامور الى نصابها الا ان المفاجاه كانت صادمه. المخلوع لم يقل شيئا لم يقل شيئا يستحق الحضور بل انه بدا خانعا ضعيفا عاجزا عن الكلام بما يدور في نفسه فضلا عن انه كان غير مهيئ للحديث في اي موضوع كان كما دل على ذلك اضطرابه وتنقله بين الموضوعات وتحيه الجماهير. عن ما جرى يوم الخميس الماضي وعن دلالات هذا الذي حدث في هذه الفعاليه سيكون حديثنا لهذه الحلقه. الجديد في فعاليه المخلوع الماضيه هو ان الدعايه لها جاءت من اطراف عديده الكل ساهم في الدعايه لهذه لهذا الحشد حتى اولئك الذين لا يحبون صالح ولا يريدون له علوا في الارض هؤلاء دفعهم الى ذلك رغبتهم في التخلص من سلطه الكهنوت الاماميه تعلقوا بكشه صالح تعلقوا بكشه صالح والغريق كما يقولون في اليمن يتعلق بعفاش هكذا اعتقد البعض أن الفعالية ربما تكون مؤشر على عودة نظام المخلوع إلى المشهد وإزاحة أحد أخطر ثعابينه الثعبان الأكبر في حوزة صالح هو الحوثية الثعبان الذي التف عليه في نهاية المطاف كانوا يعتقدون أن صالح قادر على إعادة الثعبان الكبير إلى كيس الثعابين وذلك يعني احتشادهم حول صالح اهون عند البعض من بقاء المشروع الامامي. لكن الطريف هو ان هؤلاء كانوا يتحدثون عن عوده الجمهوريه من ميدان السبعين. الميدان الذي جعله صالح بمثابه حاضنه للملكيه. نسوا في غمره حماسهم وعاطفتهم ان الجمهوريه لا تاتي فوق خيول الملكيه. نعم، الصراع البارد في صنعاء اليوم ليس بين الجمهوريه والملكيه بل بين مشروعين ملكيين داخل صنعاء. مشروعان ملكيان لا فرق بينهما الا في الدرجه. هذا يمثل ملكيه ثيوقراطيه كهنوتيه اماميه وهذا يمثل ملكيه عسكريه عفاشيه. كلاهما ملكيان أما الجمهوريون الحقيقيون فهم هناك في جبهات مأرب والشرعية داخل البلد وخارج البلد الجمهوريون الحقيقيون هم الذين ثاروا في, مش في وجه مشروع التوريث ومشروع الإمامة معا الجمهوريون الحقيقيون هم الذين خذلتهم وتخذلهم سرا وعلانية الملكيات المجاورة في الإقليم و الدول صاحبه المصلحه في اليمن الجمهوريون الحقيقيون هم ثوار فبراير فقط لا غير ومن الكذب على النفس ان يطلق على جماعه قلع العداد وصف جمهوريين ومن خداع النفس ان نتوقع عوده الجمهوريه على ايديهم الجمهوريه الشرف لا يسترده من خان الجمهورية على فراش الإمامة هذه حقيقة ينبغي أن نعيها نحن اليمنيين كما وعتها دول التحالف دول التحالف الداعمة سرا للنظام صالح وعلنا للشرعية حقيقة تقول أن الصراع في اليمن هو صراع بين الجمهوريين والملكيين بكل ما تحمله كلمة جمهوري من معاني عميقة وشاملة الجمهورية أو الملكية ليست نظام حكم فقط إنها نظام أو منظومة من القيم قبل ذلك الجمهورية كلمة جاءت في نسك الحرية والمساواة لأنها تفترض وجود جمهور جمهور يحكم نفسه بنفسه إلى هذا الجمهور الحر انتسبت وسميت جمهورية الملكية كلمة أخرى كلمة جاءت من نسق العبودية من نشكه التراتبيه الطبقيه حيث العبد والمملوك العبد المملوك والسيد المالك هذا نشك مختلف اخلاق الجمهوريه غير اخلاق الملكيه هناك اخلاق وهناك نظم نظام نظم ثقافه مختلفه تماما تتحدث عن الملكيات الشموليه بالطبع لان هناك ملكيات دستوريه غادرت هذا الموقع صارت اصبح اشبه بالجمهوريات اذا نحن امام مشروعين ملكيين داخل صنعاء يتصارعان ولا يجوز ان نعول في عوده الجمهوريه على احد هذين المشروعين الا اذا عولنا على الديك ان يبيض قلنا ان الصراع في احدى تجلياته في اليمن هو صراع بين الجمهوريين والملكيين وهذه الحقيقه يمكنها ان تساعدنا ايضا في فهم ما يجري سواء ما يجري في الداخل او ما يجري للداخل من الخارج لما نقول مشروع ملكي في بلاد الشرق فهذا يعني اننا نتحدث عن فئه من الشعب لديها ثقافه ملكيه كما قلنا وهناك صله قرابه بين نسك الملكيه في النظام السياسي ونسق العبوديه في النظام الثقافي. يعني بلغه اخرى كل شخص ينحاز للمشروع السياسي الذي يتوافق مع جيناته الثقافيه. الشخص اللي جيناته جمهوريه ينحاز للمشروع الجمهوري اللي يغلب على جيناته التحرر الحريه ينحاز الى المشروع الجمهوري الشخص الذي يعني ملكية أو يميل إلى التراتبية والإيمان بالطبقية هذا يميل إلى وينحاز إلى المشروع الملكي وهذا هو الذي يفسر تشابه أنصار المشروعين الملكيين في صنعاء من المعروف أن من الصعب التمييز بين أنصار المخلوع وأنصار الحوثي لأن الشخصية النمطية لأنصار المشروعين واحدة ولهذا كان من السهل على انصار علي صالح ان يتحولوا الى انصار الحوثي في السنوات الاخيره. لماذا؟ لانهم لم يشعروا بفارق حقيقي بين المشروعين السياسيين. كانوا مع صالح في موكب ملكي وانتقلوا الى موكب ملكي اخر. وهذا يقودنا الى الحديث عن جريمه اخرى من جرائم المخلوع في حق الشخصيه اليمنيه. المخلوع عمل على خلال فترة حكمة على تحطيم الشخصية اليمنية وتحويلها إلى شخصية هشة حتى يسهل السيطرة عليها وتدجينها لمشروعه مشروع دواجن كان مسوي كان المخلوع يدرك أن الشعب الذي يقلب على جمر الفقر والفساد يصبح مهيأ لثقافة العبودية جوعهم نشر بينهم ثقافة الفساد وهو قاصد ذلك ويدرك ذلك لأنه يعتقد أنك إذا جوعت هذا الشعب وأفسدته سيصبح من السهل أن يلتحق بمشروعك الفاسد ومن ثقافة العبودية عند عوام الجماهير البحث عن البطل المعبود الجماهير التي تعيش لفترة طويلة في ظل حكم الاستبداد والفساد يكون لديها قابلية للعبودية تصبح عندها قابليه للعبوديه. من خصائص هذه الجماعات انها لا تبحث عن حلول منطقيه لمشكلاتها. بل تبحث عن بطل وهمي يخلصها من مشاكلها. تقول لهم تعالوا نحل مشاكل البلد على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعالوا نشوف خارطه طريق واضحه تنقذ اليمن واليمنيين مما هم فيه يقول لك لا. احنا نبحث عن بطل مخلص وعاده هذا البطل بيكون هو واحد قد خدعهم وافسدهم وزور وعيهم وهذا فارق واضح بين بين هذه المجتمعات وبين المجتمعات الحره المجتمعات الحره لا ما عادت تبحث عن بطل مخلص عن مسيح عن سوبرمان المجتمعات الحره تبحث عن برامج برامج للإنقاذ تبحث عن عمل جماعي عن مشاريع كلية لا عن أفراد عمل صالح إذن على ترسيخ ثقافة العبودية في فترة حكمه لأنه كان يدرك أن هذه الثقافة هي التي تناسب مشروع الملكية الذي ينوي تأسيسه على أنقاض الجمهورية الجمهورية التي هدمها حجرا حجرا وقدم نفسه طوال الوقت بوصفه صمام أمان لليمن كانت وسائل الإعلام تقدم دائما على أنه صمام أمان وكان هو يعتقد كان هو أيضا صمم اليمن على شكل قنبلة وجعل نفسه هو الصاعق بحيث لو نزعوه من مكانه كأنهم نزعوا الصاعق وانفجرت البلد هكذا خان البلد هكذا خان اليمن خان الدولة خان الجمهورية خان ال... كانوا يعتقدون أنه هو صمام الأمان وأنه هو البطل المنقذ إذا دهمتها الخطوب وهي خطوب كان يصنعها علي صالح نفسه بيده طوال الوقت كما قلنا يعني هو مهندس الخراب وهو المنقذ على طريقة شركات ال المي... شركات الاجهزه الذكيه هذه اللابتوبات هم نفسهم اللي بيصنعوا البرنامج وهم اللي بيصنعوا الفيروس لكن هذه اللعبه لم تصل الى نهايه تمعه علي عبد الله الصالح فقد حدث ما لم يكن في حسبانه ذهب معظم استثمارات المخلوق استثماراته في تجهيل الناس، هو كان يستثمر في تجهيل اليمنيين، هذا اهم استثمار عنده. افسد التعليم بكل مستوياته، افسد الثقافة، افسد منظومة الاخلاق اليمنيه كان يستثمر في تجهيل اليمنيين. هذه الاستثمارات كلها ذهبت الى جيب اللاعب الجديد، الى جيب الامام الجديد. واذا بانصار علي صالح قد اصبحوا انصار الله. هكذا خدم علي صالح المشروع الإمامي خدمة لا تقدر بثمن استثمر لهم جمهور عريض من اليمنيين الذين لا يؤمنون بقيم الجمهورية ولا يؤمنون بقيم الحرية والكرامة هذا الجمهور كان لابد أن يكون من نصيب المشروع الإمامي لماذا؟ لأنه كاريزما المشروع الإمامي هم قدوم عبيد يعني هم عاد عندهم مش ما تفرقش معاهم يعني هؤلاء كلهم أصبحوا مهيئين للاستعباد فكانت كاريزما المشروع الإمامي أقوى من كاريزما مشروع التوريث ذهبوا الى الامام حتى ان بعض افراد حراسه المخلوع يعني الذين ذهبوا الى الامامه والى مشروع الامامه كانوا كثير حتى من المحيطين بعلي صالح حتى من داخل قريته يعني حتى من داخل حراسته حراسه المخلوع الخاصه اصبحوا مقاتلين في صفوف الحوثيين يدينون بالولاء لعبد الملك ويكادون يتبرؤون من المخلوع كما هو حال هذا المقاتل الذي يعني يقول انه كان واحد من حراسه المخلوع لكنه وكانه يوجه الناس ويقول لهم التحقوا بمسيره عبد الملك تعالوا نستمع اليه نحن بهذا هذا حرب المعاقل الجهاد المقدس للدفاع عن الدين والارض والعرض انا واحد من افراد هذا الجمهوري كنت سابقا في في حراسه الزعيم علي عبد الله صالح والان بذلت نفسي جهادا في سبيل الله جهادا في سبيل الله جهادا في سبيل الله لا نبتغي يا الله لا لم تشبع الدنيا هذا ولكن يبقي مرضات الله اما الطابور الخامس فسيعذبهم الله الله سيصفيهم بفضله وقدرته والان ان شاء الله ان شاء الله ادعو كل زملائي الى التوجه الى الجبهات كل زملائي من يعرفني فمن لا يعرفني اكثر الذين ذهبوا الى السبعين يوم الخميس الماضي وسيذهبون إليه في مناسبة قادمة إذا دعاهم طبعا الذي يدعوهم إلى السبعين دائما هو صالح مش الوطن لكنهم إذا سمعتهم يقولوا الوطن هم يقصدوا صالح اليمن يقصدوا صالح لأنهم لا يستطيعون التمييز بين الوطن وصالح يعني هذا تحدي تحدي مطروح هل هناك واحد من أنصار صالح يستطيع أن يميز بين الوطن وصالح هذا الأمر متروك لهم يثبتوا لنا أكثر هؤلاء الذين ذهبوا هم من, من يعتقدون أن مصالح شخصية ذكية داهية لا يشك له غبار قادر على اللعب بخصومه كما يفعل لاعب السيرك بالكوتشينا هكذا يعتقدون يعتقدون أنه سوبرمان بدليل أنه باقي في المشهد حتى الآن في حين أن معظم خصومه إما غادروا البلد أو غادروا الحياة على يده والحقيقه ان هذه الصوره التي يقدمونها للمخلوع صوره زائفه صوره وهم وهميه يعني ساهمت ظروف عديده في رسمها صوره البطل هذا الخارق الذي يستطيع ان يلعب بكل الكروت هذه صوره وهميه ساهم صالح وساهم غباء المعارضه اليمنيه في ترويجها صالح كما قلنا مرارا لا يتمتع بذكاء استراتيجي كل الذي يحسنه هو التكتيك التكتيك حسب قواعد ميكافيلي في كتاب الامير وهذا لا يحتاج الى ذكاء التكتيك لا يحتاج الى ذكاء بقدر ما يحتاج الى صفتين اثنتين موجودتان في 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 صالح الصفه الاولى هي انعدام الضمير والشعور بالمسؤوليه والاخرى هي الجلد والصبر على تحقيق المشروع الصغير كان المخلوع طبعا وهذا من باب الاعتراف بالحق كان وما يزال عديم الشعور بالمسؤوليه تجاه الامانه التي تحملها امانه الحفاظ على الجمهوريه وبناء الدوله والنهوض بالامه اليمنيه هذه كانت امانه يعني على عاتق صالح لكنه خانها كان عديم الشعور بالمسؤوليه تجاه البلد كان عديم الضمير لكنه كان وما يزال ايضا صاحب جلد وتحمل من اجل تحقيق مشروعه الصغير اما بقائه في المشهد حتى الان فهذا ليس ثمره ذكاء ولا تخطيط من قبل صالح كما قلنا من قبل. بقائه في المشهد الى الان هو ثمره رضا كل كل من نظام الامارات والسعوديه وامريكا عنه. او بالاصح الرضا عن دوره في تحقيق اهدافها في اليمن حتى الان مهما كان مزعجا لها في بعض الاحيان. علي عبد الله صالح لا يمثل تهديد لاحد سوى اليمن. وجود علي عبد الله صالح الان لم يعد يمثل تهديدا سوى لليمن والقضيه الوطنيه. ولم يعد يخدم وجوده الا الحوثيين. ليس هناك من مستفيد من وجود علي عبد الله صالح الان الا الحوثيين. ولو ان هذه الدول ولذلك الحوثيون حريصون عليه حريصون عليه حرص شديد. هم تاركينها الان برطع في صنعاء مش لانه لديه قوه ولا لانه بالامس أو يوم الخميس الماضي وهو يلقي خطاب حاصروا بيته كانوا محاصرين لبيته وكانت كتائبهم تجول في السبعين وطردوا بقية الأنصار من, من, من ميدان السبعين حتى لا يعتصموا هو الآن مطوق لكنهم الآن الحوثيين بيستثمروا وجوده لصالحهم إذا عاد باقي مع شوية مؤيدين ولا شوية فلوس ولا يعني أو على أساس يحملوا أيضا يحملوا وزر ما, 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 يكون ما يقومون به الآن أوزار كثيرة يصبحوا فيها شركاء أما لو أن صالح كان يشكل تهديد للحوثي أو يشكل تهديد لدول الجوار ولمصالحها لكانت أزالته من من زمان كما فعلوا مع من هو أعظم منه شأنا وشجاعة وذكاء احنا عارفين لما أمريكا تغضب ولا السعودية تكرر إزالة حاكم كيف تسوي معنا نماذج في العراق صدام والقذافي في ليبيا وغيرهم مرحبا بكم من جديد ما الذي حدث في السبعين ولماذا حدث الذي حدث في السبعين هو عبارة عن فشل جديد وخيبة جديدة من خيبات علي صالح كيف نعرف أنها خيبة وكيف نعرف أنه فشل ببساطة عندما نعرف أن فعالية التحشيد هذه قد صرفت عليها مليارات الريالات لكي تؤدي غرضها لكنها تمخضت على شيء لن نسأل كيف توفرت لديهم هذه الأموال من أين جاءت هذه الأموال هذه المليارات في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها اليمن واليمنيون اليوم موظفين بلا رواتب وخاصة أتباع صالح من العسكر والموظفين هو نفسه اشتكى أنهم بلا رواتب ومع ذلك قادر يحصل مليارات يحشد بها الناس في ميدان السبعين لن نتساءل عن ذلك لكننا سنتساءل ما حاجة صالح إلى هذا التحشيد المكلف ما الذي اراد ان يقوله للداخل والخارج ولم يستطع ان يقوله؟ هل نجح في ايصال الرساله ام فشل؟ طبعا القرائن المتوفره تدل على ان هذا التحشيد قد جاء بتنسيق للاسف مع بعض دول التحالف او برضاها. خلو السماء من الطائرات في مثل هذه الاوقات التي يكون فيها الهدف موجود هذه واحده من المؤشرات على انه في تنسيق وان الهدف من هذا التحشيد هو تقديم صالح كمنقذ للوضع في اليمن ارادوا من صالح ان يستجمع قواه لكي ينهي المعركه مع الحوثيه بالنيابه عنهم الا ان الحوثي فهم الرساله وقرر التحرك بسرعه تحرك لاحتواء الامر وتحويل المشكله لصالحه احنا امام مشروع امامي يخطط له من ايران ومن الضاحيه الجنوبيه يعني اذا كان صالح اذا كان ذكاء صالح شبر فذكاء الحوثية الذراع وهذا بالفعل ما حدث كان المتوقع ان يلقي صالح بيانا او خطابا قويا في السبعين يدشن به عهدا جديدا من السيطره واستعادة ما يمكن استعادة من هيبة الدولة التي مرغى الحوثيون أنفها في التراب وحقوق الناس كان الناس ينتظرون هذا إلا أنه خيب توقعات الجميع وخرج بخطاب قصير هزيل يصب في صالح الحوثي خرج يدعو حشد الناس علشان يدعوهم إلى رفت الجبهات بالمقاتلين إحنا ناقصين؟ احنا جينا عشان تكلمنا في الرواتب وتكلمنا كيف نستعيد الجمهوريه وتكلمنا كيف لا انا عندي عشرات الالاف من المقاتلين بعد ان كان ينكر ان لديه مقاتلين كان ينكر ان لدى المؤتمر ميليشيا ومقاتلين خرجوا كلهم لا لدينا مقاتلين عسكر ومتطوعين وغيره بعشرات الالاف الرجل هذا لا يستطيع ان يتسك مع نفسه شهر واحد لا يعقل أن يكون هذا التحشيد على مدى شهر أو على مدى شهرين بالأصح لمجرد أن يظهر علي صالح لدقائق معدودة يدعو فيها إلى رفض الجبهات بالمقاتلين ما جاء الناس لهذا هذه دعوة لا تحتاج إلى حشد كان بإمكانه يطل من الراديو ويسوي بيان لا شك أن أمراً ما جلل قد حدث أرغم على تغيير ترتيباته يبدو أنهم حتى يعني قد صمموا لها الخطاب هذا ما شعر به الجميع تقريبا وهذا الشعور أوصل رسالة سلبية جدا لأتباع صالح رسالة تقول أن زعيمهم السوبرمان عاجز عن فعل أي شيء حقيقي وأن المسيطر الحقيقي في العاصمة هو الحوثي الحوثي الذي كان يؤمن ميدان السبعين بالأطقم الحوثي الذي كان يطوق بيت صالح وهو في السبعين بدليل ان اللجان الشعبيه كما قلنا هي التي تولت ميدان ست... تامين ميدان السبعين وهكذا خرج الزعيم من الفعاليه وهو اضعف مما كان قبلها كان يقدر انه سواء هو اللي كان يقدر او اللي كان يقدر له من خارج البلد انه هذه الفعاليه ستكون يعني بمثابه خطوه في اعاده ترتيب الاوضاع واستعاده زمام المبادره في يد صالح لكنه لكن الله لا يصلح عمل المفسدين الشيء الذي يمكن قراءته بوضوح هو أن هناك يدا خارجية تمتد لصالح من خلال الموج مدة لغريق كما قالت أم كلثوم هو غريق وهناك يد تمتد من خلال الموج لانتشاله. هذا شيء اصبح مؤكد. والشيء المؤكد ايضا هو ان صالح قد فشل مره اخرى في اثبات وجوده. اقول مره اخرى لانه هذا يذكرنا ما جرى الان يذكرنا بسوابق ارادت فيها دول خارجيه انقاذ المخلوع في 2011 ومنحته فرصه القضاء على خصومه باستخدام القوه المسلحه في الحصبة في ارحب في غيرها لكنه فشل انذاك كما فشل اليوم. وإذا كان قد فشل امام قوة هي بالتأكيد اضعف من قوة الحرس الجمهوري انذاك في الحصبة وارحب وعمران إذا كان قد فشل انذاك امام قوة ضعيفة اضعف من ما كان لديه من مقدرات فكيف سيفعل اليوم؟ أمام قوة منظمة مدربة قوة عقائدية لديها ليس لديها ما تخسره سوى جماجمها جماجمها عندها أرخص شيء ميليشيا تتعاطى يعني تتعاطى مخدرات وحبوب هلوسة تخوض بها معارك وهي فاقدة للحس والإدراك ليس لدى صالح ما يفعله الان ويبدو ان خسارته هذه المره ستكون مكلفه لانه سيخسر ثقه ما تبقى من انصاره حتى لو كابروا طبعا يحبوا المكابره لا يحبون الاعتراف بهذه الهزيمه ولو كانوا عقلاء لتركوا صالح ينتهي نهايتها الطبيعيه ويلتحقوا بالمشروع الوطني الكبير مشروع الجمهوريين يلتحقوا بالصف الجمهوري بدل المكابره والكذب على النفس صالح ليس جمهوريا ولن يكون جمهوريا في المستقبل صالح صالح خان الجمهوريه على فراش الامامه بهذا الظهور الهزيل وبهذا الاداء الهزيل امام الحوثي لن يتمكن صالح من استجماع ثقه انصاره على المدى القريب ويبدو ان صالح يخشى ايضا ان تكون السعوديه ان أنت كل لا تريده شخصيا في المشهد بعد أداء مهمته الأخيرة ربما يظن أنها تريد فقط تستخدم في أداء مهمة أخيرة ثم ترمي به جانبا تستخدم ما تبقى لدي من مغرر بهم في خطاب صالح بميدان السبعين بدا مرتبكا بدون خطاب حقيقي مما يعني ان الخطاب الذي كان معدا للفعاليه قد سقط تحت تهديد الحوثي ذهب يرتجي الخطاب يحاول فيه تمرير معلومة لأنصاره وللتحالف ظل يكرر القول أن لديه عشرات الآلاف من المقاتلين العسكريين والمتطوعين التابعين للمؤتمر الشعبي العام أخيرا اعترف أنه لديه ميليشيا تقاتل في تعز وميليشيا تقاتل في تقاتل في الجبهات الأخرى ميليشيا تابعة له شخصيا على اعتبار أن المؤتمر الشعبي العام هو أيضا يعني يعني لصاحبه علي عبد الله صالح المؤتمر الشعبي العام لصاحبه علي عبد الله صالح هو مجرد دكان للزعيم لكنهم بحاجه يعني كما يقول هؤلاء المقاتلين بحاجه الى مرتبات وعتاد لانه طبعا الحوثي وضعهم في البيت وجند اخرين اراد ان يقول للتحالف يمكنكم التعويل علي اذا اردتم التخلص من الحوثي لدي مقاتلين مدربين جاهزين لكن محتاجين دعم محتاجين بيس وأراد القول لأنصاره استمروا في حمايتي وتأييدي لا تنفضوا عني فما زال لدي الكثير من القوة والقدرة على البقاء صالح طبعا يعني لا يمتلك شيء هو الآن يستخدم هذه الجماهير فقط لحماية نفسه للبقاء يعني إلى أقصى وقت ممكن لكنه لا يستطيع أن يفعل شيء لا يستطيع أن يواجه الحوثي في شيء ولا يستطيع أن يحسم معركة لا داخل صنعاء ولا خارج صنعاء تعالوا نستمع إليه نحن على استعداد بل... لرفض الجبهات بالمج... قولا وعملا نحن حتى الآن نحن حتى الآن في المؤتمر الشعبي العام أرسلنا متطوعين من المقاتلين من الشباب ومن العسكريين الأبطال من القادة الذي استشهدوا ومستعدين الآن أن نرفضها بالجيوش بالجيوش الموجودة في حوزة المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات هناك من تساءل بعد انتهاء فعالية الحشد لماذا ليس لحشود المؤتمر تأثير كتأثير بقية الأحزاب والجماعات؟ لماذا هذه الحشود التي يجمعها علي عبد الله صالح في السبعين لا تؤثر لا تغير في المشهد كما كانت تفعل الحشود أخرى من قبل حشود فبراير مثلا أسقطت من 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 رأس السلطة حشود الجنوب مهدت لثوره وصنعت واقعا في الجنوب مختلفا، لماذا اذا حشود المؤتمر مجرد مهرجانات وكرنفالات تنتهي في نفس اليوم الذي بدات فيه؟ هذا السؤال الذي طرحه البعض يختزل حقيقه واضحه طالما كررناها للناس. حقيقه ان حشود المؤتمر ليست حشودا حقيقيه. ليست قوه حقيقيه لسبب بسيط. هو انها اختزلت نفسها في فرد هو علي عبد الله صالح حشود المؤتمر ليس لها هويه غير هويه علي عبد الله صالح ليس لها اراده مستقله عن اراده علي عبد الله صالح ليس لها شعور مستقل غير ما يشعر به علي عبد الله صالح يعني الواحد منهم مستعد ينسى شعورها الشخصي اذا خالف شعور الزعيم لو شعر المؤتمر منهم في السبعين من الواحد من هؤلاء لو شعر ان الدنيا برد وقال الزعيم ان الجو حار سيقول الجو حار فعلا سينسى شعوره لو شعر المؤتمر من انصار علي عبد الله صالح بانه مظلوم وبانه اهين على يد الحوثيين لو شعر بذلك ثم سمع علي عبد الله صالح يقول ان ضربك اذا ضربك الحوثي على خدك الايسر ادر له خدك الايمن سيقول المؤتمر نعم ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب المؤتمر من انصار الزعيم ليس شخصيه واضحه مستقله كما هو حال شباب فبراير مثلا كل فرد في من شباب فبراير شخصيه امه لوحده يستطيع ان يختلف مع غيره ويختلف مع حزبه ويقرر ويكون للراي لا يمكن تدجينه وجلبه إلى ميدان الستين أو ميدان السبعين بدعوة من فرد ولهذا لا نتوقع من هؤلاء في أي وقت أن يكون لهم موقف وطني أبدا لأنهم لا يستطيعون الفصل بين الوطن وعلي عبد الله صالح كما قلنا هذه الشخصية الهشة لأنصار الزعيم تبدو متناقضة تبدو فعلا متناقض الذي يعرف انصار الزعيم يعرف حاله التناقض اللي عندهم. يعني هم ضعاف امام الزعيم. وامام الانسان الضعيف متنمرين، مستاسدين. امام الجهات الضعيفه متنمرين. مستاسدين. هكذا كان حالهم مع ثوار فبراير وانصار الاحزاب المدنيه. كنت تجد المؤتمر يعني يتحدث وكانه تنين. النار يتطاير من من انفه لما يكون مع ثوار فبراير ولا مع انصار الاحزاب المدنيه الضعيفه البسيطه يتحدث مثل تنين النار تخرج من عينيه ومن ومن انفه لكن امام الحوثي يعني يصبح حاله مختلف تماما مستسلم خاضع خانع وكانه يعبد القوه كأنه يعبد القوة لا يعبد قيمة لا يحترم قيمة ليس لديه قيم يحترمها لقيم المواطنة هذا أخي في الوطن ينبغي أن أعطيه حقه في مساحة في الخلاف لكن لا هو نمر على الضعفاء وقطة أمام المستأسدين وطبعا لو سألت أحدهم لماذا هذه الهشاشة لماذا هذا الخنوع مع الحوثي سيقول الايمان يمان والحكمه يمانيه لا بد من الصبر من اجل اليمن طيب وليش ما صبرت على اخوانك السابقين لماذا لم تظهر حكمتك مع ثوار فبراير لماذا لم تظهر تواضع من اجل اليمن في مواقف سابقه كانت اليمن فيها تتعرض لمخاطر التكسيم والانزلاق لحرب اهليه لماذا لم تكن حكيما لما كان الناس في مؤتمر الحوار الوطني يقولوا لك تعالوا نتفق على كلمه سواء نخرج بالبلد من 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 حاله الانسداد التي وصلت اليه اين كانت حكمه هؤلاء وهكذا الشخصيه التي اعتمد عليها صالح في بقائه حتى الان هي شخصيه تعتمد على سلطه الدوله هي شخصيه ضعيفه فرد ضعيف في ذاته لكنه قوي بالدوله كان يستقوي بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ما هوش قوي بذاته لأنه لا يمتلك قيم كافية للبقاء وللصمود الإنسان القوي هو الإنسان الوحيد كما يقولون أو الإنسان صاحب المتوحد بقيمه إنسان عديم القيم لا يمكن أن يكون قويا ولهذا هذه الجماهير عاجزة عاجزة بالفعل خارج المؤسسات مؤسسات الدولة أنصار صالح تشكلوا لما كان لدى صالح دولة ومؤسسات قوية اليوم هو بلا دولة وبلا مؤسسات ومجرد شريك ضعيف يعني بالنتيجة الثمرة أن يكون أصحابه ضعاف لا يمتلكون مشروع الذين يمتلكون المشروع موجودين هناك في مارب وموجودين في جبهات القتال القتال من أجل عودة الشرعية وعودة الجمهورية وعودة الدولة أما هؤلاء فلن يتحرروا الا عندما يكتشفون ذواتهم، عندما يخرجون المخلوع من ذواتهم ويكتشفون ذوات ذواتهم الحقيقيه. اخيرا يعني طبعا ما كان لهذه المهازل ان تستمر وتستمر معها معاناه اليمنيين. ما كان لها أن تستمر لولا أن التحالف قد خضل الشرعية هذا شيء واضح التحالف عمل على إضعاف الشرعية لكي تكون مجرد أداة إجرائية في يده قد تكون السعودية غير راغبة في بقاء صالح نفسه لكن أو بقاء نجلة لكن القرائن تقول أنها تريد بقاء نظام صالح لإدارة اليمن لأسباب عديدة مصالحها أما الإمارات فمن الواضح أنها تعد العد العده لاعاده نجل صالح نفسه على راس النظام السابق. ربما هذه نقطه الخلاف الوحيده الموجوده بين السعوديه والامارات، نقول ربما. ياتي ذلك طبعا ضمن حرب الامارات المعلنه على ثورات الربيع العربي. لكن كما قلنا من قبل هذا تدبيرهم. اما تدبير المقادير فهو امر متروك للايام ستعلنه. كره اللهب ما زالت تتدحرج. ومن السابق لاواني الجذب بما سيكون عليه المستقبل. والعوامل العوامل الخفيه التي تتوالد من العوامل الظاهره هي اخطر واكثر. يمكننا القول ان الثوره المضاده للربيع العربي قد كسبت معركه نعم لكنها لم تكسب الحرب بعد. ما زلنا قادرين على ان نصنع شيء. ما زالت الشرعيه تمتلك كثير من الاوراق وما زالت قادره على خوض المعركه. الحقيقة الوحيدة التي نود أن نقولها لإخواننا في في المؤتمر أنكم لن تستعيدوا الجمهورية ولن تستعيدوا الوطن إلا إذا أزحتم علي عبد الله الصالح من المشهد. هو حجر العثرة الوحيدة الآن الباقية أمام اتحاد جبهة وطنية، الجبهة الوطنية لاستعادة الجمهورية يفرقها ويمزقها علي عبد الله الصالح. الناس يعلقون أوهام على هذا على خيال المآتة علي عبد الله الصالح. لو خرج من المشهد سيلتحم الجمهوريون جميعاً خارج البلد وداخل البلد من انصار المؤتمر ومن انصار جبهه فبراير سيلتحمون جميعا في جبهه وطنيه واحده لمواجهه مشروع الامامه الاخطر على الاطلاق الى هنا تنتهي حلقه اليوم نرجو ان نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله